بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الكنيسة بتصلي وبتحتفل بجمعة ختام الصوم. يعرف هذا اليوم في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بجمعة ختام الصوم. والمقصود هنا بالصوم الصوم الأربعين المقدس. وده وحده دليل على ان اسبوع الالام هو اسبوع يلحق بالصوم الاربعين المقدس، علشان تكون فرصة طويلة لممارسة حياة التعبد والامتداد في حياة النعمة. وفي هذا اليوم بيتم عمل صلاة الانديل العام او سر مسحة المرضى، وده بناء على تكليف وكلام السيد المسيح له المجد اللي قال: أمريض احد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدنوه بالزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. وده السر الخامس من أسرار كنيستنا السبعة، سر مسحة المرضى. ربنا رتبه في كنيسته لشفاء الأمراض الجسدية المتسببة في العلل الروحية. وده الفرق بين سر التوبة وبين سر مسحة المرضى. فسر التوبة رتب لغفران الخطايا خصوصا الفعلية والإرادية، واللي هي عن معرفة. أما سر مسحة المرضى فرتب للشفاء من الأمراض الجسدية المتسببة في العلل الروحية. فالخطية اللي سقط فيها أبونا آدم هي اللي عن طريقها دخل الموت إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. الموت بمعنى الموت الروحي، والموت أيضا في معناه الجسدي. لولا الخطية لما دخل الموت إلى العالم. ولما كان هناك موت، بل كان آدم يحيا في الفردوس كل أيام حياته وإلى الأبد. فالموت دخيل علينا، ودخيل إلينا عن طريق الخطية. وطبعا مع الإنسان الموت زي ما بيقول كده، مع الموت كل ما يؤدي إلى الموت. لأن المرض تابع للموت وسبب للموت ومؤدي للموت. علشان كده من هنا كانت العلاقة بين الخطية وبين الموت بصفة عامة، وبين الخطية والمرض، لأن المرض نتيجة للخطية. ودي هي العلاقة العامة بين الخطية وبين المرض. وكمان فيها علاقة خاصة بين خطية إنسان وبين مرضه. علشان كده المفلوج المخلع اللي دلوه من السقف، عرفنا ربنا ان مرض هذا المخلع ناتج عن خطيته. وعلشان كده قال اول ما رآه: يا بني مغفورة لك خطاياك. وده كان قبل ما يقول له قم احمل سريرك وامشي. وهنا بيعلمنا ان خطيئة هذا الانسان هي التي اوصلت الى هذا المرض. وهنا السيد المسيح بيعلن ان شفاء الروح يجب ان يسبق شفاء الجسد، علشان اذا شفيت الروح يشفى الجسد ايضا. وانه ما دامت الروح مريضه يبقى الجسد مريض. وكمان السيد المسيح يبين ان مريض بركه بيت حزدة اللي كان مريض مده 38 سنه، ان هو كمان كان خاطئا وخطيئته هي جلبت عليه المرض. وعلشان كده بعد ما شفاه السيد المسيح قال له: انت قد عفيت فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. وهذه العلاقه بين الخطيئه وبين المرض كررها السيد المسيح له المجد مرة ثانية لما شفى المرأة اللي كانت مصابة بمرض أحنى ظهرها مدة 18 سنة ولم تقدر أن تنتصب خالص. إذن لما ربنا وضع إيده على ظهرها وقال لها: كوني محلولة من دائك. وكان الوقت ده يوم سبت، وكان اليهود معترضين عليه بسبب السبت. قال لهم: هذه ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، وهذه المرأة لم يكن مرضها طبيعي، وإنما كان مرضها نتيجة تسلط الشيطان عليها. والشيطان فرصة إنه يتسلط على الخطاة. وهنا إذن علاقة بين مرض هذه السيدة وبين خطيئتها. علشان يا أحبائي، العلاقة بين المرض والخطيئة علاقة مقررة في الكتاب المقدس. فتوجد علاقة عامة هي علاقة الخطيئة الأولى التي عن طريقها دخل الموت والمرض، وتوجد علاقة خاصة بين خطيئة إنسان بالذات وبين مرضه. علشان كده رتبت الكنيسة حسب كلام ربنا ضرورة سر مسحة المرضى هذا السر المقدس في كنيسته المقدسة ليشفى به الراغبين في الشفاء
من أمراضهم الروحية ومن أمراضهم الجسدية المتسببة في الحياة الأمراض الروحية. وعايز أوضح حاجة، مش كل مرض يدخل في اختصاص مسحة المرضى، مش كل مرض يدخل في اختصاص مسحة المرضى. يجي واحد يقول إنه أنا ترشمت بزيت مسحة المرضى ولم أشفى، ويكون مرضه مش من اختصاص سر مسحة المرضى. وهنا ده زي ما بيقول سيدنا الأنبا غرغوريوس الأسقف في البحث العلمي العام، نيح الله نفسه، بيقول إذا إنسان دخلت في عينه حصاه لا يحتاج إلى هذا السر، إلى مسحة المرضى، بل يحتاج إلى طبيب عيون. وكمان إذا كسر ذراع شخص فليس هذا من اختصاص مسحة المرضى. يعني ما يجيش واحد ذراعه مكسور ويقول أنا ترشمت بزيت مسحة المرضى وما يصحتش، وإنما يمضي إلى الطبيب المختص، طبيب عظام. فالتخصص الذي لهذا السر هو من نوع معين من الأمراض، وهذه الأمراض الجسدية المتسببة عن العلل الروحية. فيكون الإنسان محتاج للتوبة حتى تشفى روحه أولا، ويشفى تبعا لذلك جسده أيضا. أحبائي، الأباء القديسين بيوجهوا اللوم للناس اللي بيعتمدوا ويلجأوا إلى السحر وإلى الطرق المعوجة الشيطانية وإلى أساليب إبليس، ويسلموا نفوسهم لإرادة الشيطان في أن اعتقادهم أن السحر يشفيه، وهو مش عارف أنه بيبيع نفسه لإرادة عدوه الشيطان. فالشيطان لا يمكن أن يصنع به خيرا، حتى لو صنع خيرا ظاهرا فلابد أن يضر روحيا ونفسيا وجسديا. علشان كده أباء الكنيسة بينبهوا إلى فظاعة اسم وخطية الذين يلجؤون لذلك السحر، وإلى الوسائل غير الطاهرة وغير النقية. لذلك رتب الله في كنيسته مسحة المرضى اللي هي صلاة الأنديل اللي بنصليها لأي مريض بيطلب، والتي تقام عامة لكل الشعب في يوم جمعة ختام الصوم، الذي له فعالية كبيرة حيث إنه يتقدس بكلمة الله والصلاة، وبعد أن يحل الروح القدس بقوة عن على الزيت فيكسب فعالية الشفاء الروح والجسد معا، فالزيت يتدشن ويصبح له فعالية زي ما المعمودية اللي بعد صلاة قداس المعمودية يصبح له فعاليات لغسل القلب من الخطية، وأيضا لسحق الإنسان العتيق، ويولد الإنسان ميلادا جديدا من فوق. ورب المجد هو الذي رسم سر مسحة المرضى عندما ذكر تلاميذه وقال لهم اشفوا مرضى، ويقول في إنجيل معلمنا مرقس 6 يقول فدهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفاهم، دهنوا بزيت بناء على تعليم مخلصنا. ولذلك هذا السر ما ينفعش أي واحد يمارسه أو يقوم بعمله إن لم يكن كاهن، بخلاف الزيت العادي. وزي الرسول يعقوب ما بيقول أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة صلى عليه بالزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. وزي الرسول يعقوب ما قال كده مجدد، مين اللي قال يعمل ومين اللي يقول يرشم بالزيت ويباشر الكهنة بعد التوبة، يعني المريض بيعترف. وأحب ألفت نظر أولادنا أن سر مسحة المرضى للشفاء وليس للبركة، كما يظن بعض أولادنا ويقولوا مثلا في الصوم أبونا يجي يصلي أنديل علشان ناخد بركة. كلام حلو وجميل، ولكن السر للشفاء أولا، ولكن لو كنا عايزين أبونا يصلي للبركة ففي صلاة في الكنيسة، في الطقس الكنيسة اسمها صلاة تبريك المنازل. زي ما كان بيجي واحد يجي من أولادنا ويجيب ابنه عنده 3 سنين لسيدنا الأسقف مثلا، يقول له ارسمه شماس، سيدنا يقول له ما ينفعش لما يصل السن اللي يفهم فيه مسؤوليات الخدمة، يقول له يا سيدنا ما تحرموش من البركة. لا، في فرق بين البركة وبين أن يحمل هذا الطفل عبء مسؤولية رتبة من رتب الكنيسة. فممكن يبارك الطفل وتوجد صلوات أخرى نبارك بها الطفل. وبعد ما بنصلي صلاة الأنديل أو صلاة سر مسحة المرضى بنبدأ نرشم كل الشعب اللي موجود في الكنيسة، ويبدأ بعد كده طقس صلاة قداس ختام الصوم. وفي إنجيل ختام الصوم، إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 13، في جمعة ختام الصور الكنيسة اختارت هذا الأصحاح
وفيه بيقول السيد المسيح له المجد لهؤلاء الذين تظاهروا بالعطف عليه وقالوا له اخرج من أورشليم فإن هيرودس يريد أن يقتلك. اذهبوا قال لهم المسيح له المجد اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج الشياطين وأعمل أعمال الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. وتعالوا نشوف السيد المسيح بيقول لاحظوا التعبير ها أنا أطرد الشياطين وأعمل أعمال الشفاء اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. وهنا الكنيسة بتختار هذا الأصحاح أو هذا الفصل اللي يقرأ في جمعة ختام الصوم سابقا على أحد الشعانين الذي به تبدأ آلام السيد المسيح التي تنتهي بالصلب ثم بعد ذلك القيامة. اليوم هو يوم الجمعة وغدا السبت ويوم الأحد هو أحد الشعانين الذي به تبدأ الآلام. ويقول اليوم غدا واليوم الذي يليه ثم أمضي وهذا المعنى هو عمل الفداء. وبعد ذلك يصعد للسماء لأنه لا يمكن أن يهلك نبيا خارج أورشليم. والسيد المسيح قال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب. وهنا توبيخ بسلطان المسيح الإلهي في التوبيخ في التوبيخ ومحاسبة محاسب مما ومحاسب ما سبب الناس ومحاسبة الناس. ودعا هيرودس بالثعلب نظر لأنه كان يشبه الثعلب في مكره وخداعه وحبه لسفك الدماء. وفيه تحدث السيد المسيح أظهر السيد المسيح للفريسيين عدم خوفه وتهديد هيرودس له. وليه؟ لأنه لا يستطيع أحد ولا هيرودس رغم تهديداته أن يمنعه من الاستمرار في رحلته هنا وهناك ولا أن يقتله إلا بعد أن يتمم عمله في إخراج الشياطين وشفاء المرضى من الفترة الصغيرة القادمة اليوم وغدا. والسيد المسيح بيقول كده وكأنه لا يخاف الموت اللي هو الهدف الأسمى الذي جاء من أجله لكي يكمله بإرادته وسلطانه واللي يعلم أنه هيكون قريبا جدا ولكن في أورشليم وليس في الجليل. والمسيح له المجد يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده وذا بيتكم يترك لكم خرابا. هنا ربنا بيعلن غضبه على خطية أورشليم المدينة المقدسة التي رفضت الاستماع إلى الأنبياء المرسلين إليها من قبل الله فأساءت إليهم وقتلهم ورجمتهم. ويعلن حزنه على ما جرته بخطيتها على نفسها من هلاك. وبعدين يقول كم مرة أردت أجمع تحت جناحي يعني اللي يريد أن يجمع أن الله يريد أن يجمع أولاده في حضنه حيث القداسة والحماية والرعاية والستر والأمان والقوة والنصرة والشبع الحقيقي تحت أجنحته تحتمي. ويقول أردت ولم تريده. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق ولكن له لا يجبر أحد على الخلاص حرية الإرادة. أورشليم قال لها كم مرة أردت ولم تريده. المدعون في عرس الملك أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا فلم يجبرهم على المجيء. الشاب الغني قال له إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا في إنجيل متى 9. المخلع سأله أتريد أن تبرأ في يوحنا 5. على الباب يقول أنا واقف وأقرأ إن دخل إن فتح لي أحد أدخل يقصد القلب أدخل وأتعشى معه. تلميذي أمواز بالقرب من مدينتهم بدأ السيد المسيح كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه ليمكث معه ألزماه بإرادته من يمكث معه. وبعدين يقول هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة. ربنا قال عن الهيكل بيتي في إنجيل متى 21. لكن لما رفض اليهود الرب وتمادوا في شرهم تبرأ منه ودعاه بيتكم وحكم عليه بالخراب. وده تم فعلا عن ما صار اليهود على الرومان سنة 70 ميلادية فبعثوا جيشا بقيادة تيتوس الروماني ابن الإمبراطور فاسياسيان وفي عهده حاصر أورشليم وهدم أسوارها وحصونها والهيكل وحرق كل ما فيه. وهنا بنتعلم أن الخطية دايما سبب الخراب. الإنسان الأول آدم بسبب مخالفته للوصية
طرد من الجنة. العالم أيام نوح جلبت عليهم الطوفان ثمار هلك الجميع ما عدا أسرة نوح الأبرار في تكوين 6. عخان ابن كرمي خطية الطمع وأخذ الحرام تسببت في رجمه وحرقه. سدوم وعمورة بسبب خطايا أهلها أحرقهم بالنار بالكبريت في تكوين 31. داود بسبب خطية الزنا والقتل جعلته يقاسي كثير ويعوم كل ليلة سريره بدموع يبل فراشه مزمور 6. إيزابل الخطية صيرت جسدها مأكلا للكلاب في ملوك الأول 21. حنانيا وسفيرة خطية الكذب أوقعتها ميتين في الحال. هيرودس خطية الكبرياء جعلته بيدود ويموت. وفي النهاية يقول لهم إنكم لا ترون وجه حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده أحبائي الكنيسة بتقرأ هذا الإنجيل في إنجيل القداس ختام الصوم. وفي ملحوظة كمان في سر مسحة المرضى بتسمى بالأنديل 7 صلوات. وتسمى 7 صلوات ليه؟ لأن للأنديل 7 تضاء 7 شموع وبعض إضاءة كل قنديل تصلى صلاة. وفي ترتيب الكنيسة أن هذه الصلوات 7 وهذا هو منهج كنيستنا المقدسة منهج الروحي الذي يقيم كل شيء على مبدأ 7 وهو عدد الكمال المنصوص عليه في الكتاب الكتب المقدسة. فإنه عدد كامل أو زي ما بيقول حبقوق النبي سباعيات سهام كلمتك. السباعيات لها في طقوسنا الدينية وفي حياتنا الكنسية قيمة لأنها ترمز إلى الكمال. أسرار الكنيسة 7. أعيادنا الكبرى السيدية 7. أعيادنا الصغرى السيدية 7. وده هو كما ترتب في الكون. ربنا رتب الكون كله في أيام الأسبوع 7 وألوان الطيف 7 التي منها يتكون الضوء والنور. وسفر الرؤيا يقول رؤساء الملائكة 7. يقول سلام من 7 أرواح التي أمام عرشه. وكمان ده اللي قاله الملاك رفائيل لطوبيا: أنا رفائيل أحد 7 الواقفين أمام الله. وعلشان كده بنقول في الألحان بشفاعة 7 رؤساء الملائكة: هيت الني إبرزبية انتيبي شاش فين أرشي أنجيلوس. ده الرقم المحترم في الكتاب المقدس وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فهذه القناديل 7 في سر مسحة المرضى تقاد، وكل ما يقاد كل أنديل تصلى صلاة، ومنها قراءات وأواشي وقراءات بولس أو كاسيليكون والإنجيل ومنها الطلبة. بركة يوم الجمعة، يوم الجمعة ختام الصوم، وبركة الصوم المقدس، وبركة الأيام القادمة اللي هنبدأها تكون معكم جميعا ومعنا لإلهنا المجد الدائم الآن وإلى الأبد. أمين. كل سنة وأنتم طيبين.